شكرا معلقنا الكابتن سيد صابر. اذا انتهت احداث المباراه بفوز النادي الاتحاد السكندري 74-71. مبروك نادي الاتحاد، هارد لك النادي الاهلي. بصراحه عملتوا اللي عليكم، الحقيقه مباراه جيده جدا عملها النادي الاهلي في غياب 5 لاعبين. برحب بضيوفي، برحب بكابتن عماد مراد، برحب بكابتن سلعاوي. كابتن سلعاوي، بيتهيألي عملنا اللي علينا. المباراه دي يعني احنا كاستوديو تحليلي او كلاعبي في النادي الاهلي نفسيا مرتاحين، الناس عملت اللي عليها، ادت ما هو مطلوب منها، الشكل كان كويس، الروح رجعت، في يعني النهارده في مكاسب كتيره جدا قدرنا نكسبها من المباراه في ظل غياب 5 لاعبين. برغم عندك غياب 5 لاعبين، لكن اللي موجود قدر يعوض الغيابات اللي موجوده، ادى كل لعيب ما عليه، جه في الاخر بس عدم توفيق في شوطه او اتنين، وده طبعا بترجع للشد العصبي للعيبه والضغط العصبي اللي هم الموجود البدني. كابتن عماد، والله صراحه كابتن هيثم، انا شايف ان دي اهم حاجه النهارده، عوده الثقه، ثقه الكوتش في يعني في الناس بتاعته، في رجالته، في نفسه، في الطاقم اللي معاه، يعني باد لك يعني غير طبيعي لينا، وفي توفيق من الناحيه الثانيه سواء شوشه او اي حد ثانيه. بس الحمد لله، يعني نقدر نقول الحمد لله كان في توقعاتنا أسوأ من كده. الحمد لله انا كان عندي امل ان الاهلي بما حضر وعملوا اللي عليهم في ظل الغيابات الجامده جدا. احنا عندنا معلش مش هنتكلم في 25 بونت برانا اليكس يونغ. صحيح يا كابتن، فان شاء الله تتعوض يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه الاتحاد او الاهلي والاتحاد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن النهارده الفرقه بجد عملت اللي عليها، اللعيبه كان كلهم رجاله. كابتن سلعاوي، شفنا النهارده ايهاب امين صباعه بيتخلع في ارض الملعب في ايده الشمال، الملعب بيقف بيطلع بيربط صباعه وبينزل يكمل المباراه. دي الروح النادي، ودي اعتقد ان الولد ده ما بيحبش يخسر، والولد من الصفقات الهائله بالنسبه للنادي، وهو على طول بيتحمل على نفسه برغم وجود اصابه في وشه واصابه في ايده، لكن قدر، لكن مصمم طبعا انه ينزل يلعب. واعتقد ان النهارده انا اللي عجبني جدا ان الروح الفرقه، برضو في ناس مصابه وزي مودي الجرحي وصمم ولعبت، والجيم نفسه حلو، المباراة جيدة جدا في ظل غياب ال 20 30 بونت اللي بنحطهم لك اليكس يانج. طبعا طبعا، لذلك احنا لومنا عليه في اول ان هو طبعا كلاعب محترف ان هو طبعا فارق كتير مع النادي، لكن انا عايز اقول ان الدفاع بتاعنا اتحسن جدا في الشوط الثاني الثالث والرابع. وبعدين في اكتر من لاعب استرد عافيتهم وثقتهم في نفسهم. انت عارف يا كابتن، واعتقد القادم افضل ليهم. انت عارف يا كابتن، احنا حاطين محطوط فينا في الكوارتر الاول والثاني 42 نقطة. في الشوط الثالث والرابع محطوط فينا 32 نقطة بس. ليه؟ عشان الدفاع اتحسن زي ما قلنا، في دفاعنا اتحسن جدا، في تغطية، في كله بيساعد، كلهم بيساعدوا بعض، في هيلب. اعتقد ان الاتحاد كان متعطل في التشغيل، يعني قدرنا نعطل الاتحاد في الشوط الثالث وطلعنا عليه بعد ما كنا خسرين 9، طلعنا وصلنا 11 بفرق باسكت لينا واربعة بونت لينا. فده ليه؟ لان الديفنس اتحسن. حسن صحيح. كابتن يعني عماد، حضرتك متفق مع كابتن سلعاوي في هذا؟ والله انا يعني متفق طبعا 100%، بس انا برضو مش عاوزين نبخل جهد اشرف توفيق ان هو نوع دفاعاته، رجع زون وقت من الاوقات عوض، ورجع مان في وقت من الاوقات تاني، رجع زون بعد كده قدر هو يعمل الروتيشن. كانت باد لك في كام باصه، يمكن الثلاثيه دي يا كابتن كانت مفصليه بتاعت مودي الجرحي. طبعا جابت التعادل 53-53، وبرده الثلاثيه بتاعت مهيب اللي حط زيها في الزمالك في نفس الكورنر. يعني اللعيبه كانت رجاله، وكابتن اشرف النهارده صراحه يعني في ظل الغيابات دي ادار روتيشن. طب كابتن استاذن حضرتك، خلينا نروح للمراسلنا محمد توفيق من ارض الملعب عشان ينقل لنا اجواء ما بعد المباراه. اتفضل يا محمد. من جديد برحب بك كابتن هيثم وضيوفك الكبار في الاستوديو. يمكن مباراه اكثر من رائعه ادائها النادي الاهلي النهارده، يمكن دوت سبب يمكن الحزن الكبير اللي بيخيم على اعضاء الجهاز الفني. يمكن كابتن اشرف توفيق حاولنا يكون معانا على الهواء بعد المباراه، لكن الراجل حتى لما اتكلمت معاه هو زعلان جدا من المردود الطيب اللي قدمه الفريق النهارده، لكن ما كانش موفق. يمكن كل النقاط اللي اتكلمتوا فيها في الاستوديو التحليلي ما بين الفترتين الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، كل الاخطاء الدفاعيه يمكن تم يعني الفريق قدر يتغلب عليها. شفنا دفاع المنطقه عاد تاني الزون ديفنس، كان في اداء اكثر من رائع. يمكن ما كانش توفيق، في توفيق شويه على الباسكت. كابتن اشرف يمكن زعلان جدا حزين، كان في تطور النهارده في اداء الفريق، والفريق قدم مباراه كبيره، لكن للاسف التوفيق ما كانش معانا.
على الجانب الاخر ايهاب امين يمكن تم اصابته بخلع في احد اصابع اليد اليمنى، يمكن ايهاب يعني زي ما بقول لك يمكن في حاله انهيار تام وبكاء عقب المباراه، يمكن يعني زعلان بقول انا كل منزل تقريبا اتصاب، انا بقالي شهر غايب للاصابه واول مباراه بنزلها بيتم اصاب تاني. يمكن اتكلمت كمان مع طبيب الفريق قال ان هو حالا دلوقتي هيتحرك على المستشفى يعمل اشعه على صبعه ليه يعني يتبين مدى اصابه ايهاب امين. يعني اعتقد النادي الاهلي النهارده ادى ما عليه وادى مباراه كبيره جدا، يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت ضدنا النهارده هي غياب التوفيق وبعض يعني زي القرارات التحكيميه العكسيه في بعض الاحيان، لكن اعتقد النادي الاهلي فيه تطور كبير في الاداء واعتقد المباراه القادمه ان شاء الله، وزي ما بقول يعني دي جوله الذهاب خلصت، يتبقى مباراه العوده بشكل كامل ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحصل فيه من رائع، وزي ما عهدناهم دايما النادي الاهلي بيلعب على كل البطولات وان شاء الله يكون موفق. كلمه الكابتن هيثم مضيفه كرام. زميلنا محمد توفيق من ارض الملعب شكرا جزيلا، ما تقلقش يا محمد يا توفيق ان شاء الله التوفيق هيجي قريبا باذن الله ولكل مجتهد نصيب. كابتن عماد يمكن اجي لحضرتك، طبعا يعني واضح جدا انه غياب التوفيق والاصابات مخلي اللعيبه عندها احساس ان هو في ايه. والله يا كابتن هيثم برضه احنا مش عايزين نغفل ان هم في استرس غير طبيعي على اللعيبه، شايفين حتى لما كان بيكلم طارق الغنام بيتكلم ان يا جماعه معلش احنا في اخطاء واحنا سامحونا واحنا شغالين فده ناتج ان في استرس غير طبيعي على اللعيبه. لكن انا احييهم كل من اصغر اللعيب الى اكبر العمل اللي عليهم النهارده والجهاز الفني كمان، وانا ما انا لسه جاي للكابتن اشرف واقول له اشرف هارد لك يا اشرف انت عملت اللي عليك في ظل النقص الغير طبيعي اللي انت فيه ده، كل ماتش بتلعب ناقص كل ماتش بتلعب ناقص. حتى النهارده ايهاب امين برده ده برده كارثه لما يتصاب النهارده، يعلم يرجع صباعه ده امتى تاني، هيلعب الماتش الجاي ولا مش هيلعب ولا صحيح. فنعمل اشعه ونطمن عليه واكيد هنطمن حضراتكم على ايهاب امين. كابتن سلاوي خلاص صفحه واتقفلت، عندنا مباراه مصر التامين المباراه القادمه، وبعد كده عندنا مصيره اتصالات المباراه القادمه، وراها ان شاء الله مباراه نادي الجيش، وبتهيألي المصريه او مصيره اتصالات، وبعد كده لا انا بقول لك المباراه اللي المفروض نكسبها ان شاء الله وما فيهاش هزار. مصيره اتصالات الجيش سموحه سبورتنج، لازم نضمن دول لان دول على ملعبنا، يعني الاربعه دول على ملعبنا. اتصالات بره بس، انما الثلاثه التانيين جيش المصريه بره وجيش المصريه اتصالات بره، الجيش وطلائع الجيش والسموحه وسبورتنج ما فيهمش هزار. هو اعتقد ان اشرف توفيق النهارده يعني من حقه انه يزعل لان هو اشتغل طول الموسم واشتغل في ده وحاول يطلعه بالفرقه من الوعكه اللي فيها، والنهارده عملوا جيم كويس، وهو وجهازه طبعا والجهاز الطبي وكل الجهاز انه تعاونوا كلهم وتكاتفوا في ان هم يقدروا يعني يشوفوا مين اللي ممكن يقف على رجليه عشان يلعب المباراه دي عشان الاصابات زي ما احنا قلنا كتير. اعتقد ان دي صفحه واتقفلت، واعتقد ان بدايه من مباراه الاتصالات على ملعب الاتصالات ان شاء الله يوم تكون البدايه ان شاء الله للصحوه والفوز، وان الاهلي يوضع على الخريطه كما هو مرسوم لها من اداره الشاطئ. ان شاء الله كابتن سلعاوي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كان يوم جميل، فرقه شكلها حلو، بشكرك على تواجد حضرتك معنا النهارده كابتن سلعاوي. الشكر ليك والقناه الاهلي، واحنا يعني كان نفسنا انهم يكسبوا لكن احنا مرتاحين الحمد لله. كابتن عماد مراد نجم مصر ومنتخب مصر طبعا والنادي الاهلي، بشكرك على وجودك معانا. ربنا يخليك. وانا بس عاوز اعلق على حته صغيره ان كابتن اشرف يزعل، لا انا شايف انه يفرح النهارده، بس معلش ان هو جاي من كبوه جامده جدا. نعم. وبيلعب ناقص، فكتر خير ان الفرقه عملت اللي عليها كده، لازم يكون فرحان لان اللي جاي ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. اشكرك كابتن عماد، كلام جميل. ربنا يدينا الشرف يا كابتن هيثم. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، الحمد لله النهارده بنقول لفريق كره الطايره الف مليون مبروك، بنقول لفريق السله هارد لك، ولا يهمكم كنتوا رجاله منتظرين منكم الكتير، استنونا ان شاء الله وحلقه جديده من الابطال يوم الاربعاء القادم. شكرا جزيلا.